تلاميذ سنة ثانية ابتدائي، السلام عليكم. هذا اختبار الفصل الثاني في مادة التربية المدنية. الموضوع موجود على القناة في كومينوتي من أجل الطباعة وإعادة حله. لا تنسوا الدخول على القناة، الاشتراك وتفعيل جرس الإشعارات ليصلكم الجديد. إذا نبدأ في حل الاختبار. التمرين الأول، أجب بصحيح أو خطأ. أبري قلمي في سلة المهملات. قلمي أبريه في سلة المهملات، أحسنتم، صحيح. صح. أكتب على الجدران والطاولات. أحسنتم، خطأ. لا أكتب على الجدران والطاولات. أنظم أوقات راحتي. أنظم أوقات راحتي، أحسنتم، صحيح. أطالع أساعد عائلتي وألعب. هكذا أنظم أوقات راحتي. الماء ضروري لجميع الكائنات الحية. الكائنات الحية هي الإنسان، الحيوان والنبات. الماء ضروري، أحسنتم، صحيح. أقضي كل أوقات فراغي في اللعب. كل أوقات فراغي أقضيها في اللعب، أحسنتم، خطأ. يجب أن أنظم أوقات فراغي. إذا نراجع. أبري قلمي في سلة المهملات، صحيح. لا أكتب على الجدران والطاولات، أكتب على الجدران، خطأ. أنظم أوقات راحتي. الماء ضروري لجميع الكائنات الحية. ولا أقضي كل أوقات فراغي في اللعب، أقضي كل أوقاتي، خطأ. ننتقل إلى التمرين الثاني. اربط كل عبارة بالبطاقة المناسبة. خذنا التلميذ النجيب. أغسل الخضر والفواكه. الماء أساس الحياة. الشخص النظيف، الجهة المقابلة. محبوب عند الناس. ينبغي المحافظة عليه قبل أن أتناولها. ينظم أوقات فراغه. إذا نبدأ. التلميذ النجيب. ماذا يفعل التلميذ النجيب؟ التلميذ المجتهد، أحسنتم، ينظم أوقات فراغه. التلميذ النجيب ينظم أوقات فراغه. أغسل الخضر والفواكه. جيد. قبل أن أتناولها، قبل أن أتناولها يجب أن أغسلها. إذا أغسل الخضر والفواكه قبل أن أتناولها. الماء أساس الحياة، أحسنتم، يجب المحافظة عليه، ينبغي المحافظة عليه. الشخص النظيف كيف هو؟ أحسنتم، محبوب عند الناس. إذا نراجع. التلميذ النجيب ينظم أوقات فراغه. أغسل الخضر والفواكه قبل أن أتناولها. الماء أساس الحياة، ينبغي المحافظة عليه. والشخص النظيف محبوب عند الناس. التمرين الثالث. املأ الفراغات بما يلي. المحيط، مفتوحة، الأشجار، سليم، التنظيف. أشارك في حملاتي. ما هي الحملات التي أشارك فيها؟ أحسنتم، حملات التنظيف. أشارك في حملاتي التنظيف. وأحافظ على نظافتي، أحسنتم، المحيط. أشارك في حملات التنظيف وأحافظ على نظافة المحيط. ولا أترك الحنفية، أحسنتم، مفتوحة. وأشارك في غرسي. ماذا أغرس؟ جيد، الأشجار. لأن ذلك تصرف. كيف هو التصرف؟ جيد، تصرف صحيح، تصرف سليم، تصرف سليم. نراجع. أشارك في حملات التنظيف وأحافظ على نظافة المحيط. ولا أترك الحنفية مفتوحة. وأشارك في غرس الأشجار لأن ذلك تصرف سليم. الوضعية الإدماجية.
صنف العناصر التالية في الجدول: لدينا ماء معالج يحفظ في مكان بارد، تاريخ 10 مارس 2020، مسحوق الحليب، عطرا، بطاقة غذائية لمنتوج علبة ياغورت، لدينا علبة ياغورت، لدينا العناصر. المكونات الغذائية لهذا المنتوج: تاريخ نهاية صلاحية لعلبة الياغورت، والنصائح والإرشادات التي يجب القيام بها. إذا ما هي المكونات الغذائية؟ من ماذا تتكون علبة الياغورت؟ أحسنتم، تتكون من ماء معالج، ماء معالج، ماذا كذلك؟ يحفظ، ليست من مكونات، تاريخ، مسحوق الحليب. أحسنتم، علبة الياغورت تتكون من مسحوق الحليب، أو يوجد فيها مسحوق الحليب. كذلك يوجد فيها من مكوناتها، جيد، عطرا. إذا وجدنا مكونات علبة الياغورت هي ماء معالج، عطر، مسحوق الحليب. تاريخ نهاية الصلاحية، التاريخ الذي بعدها لا يمكنني أن أتناول هذه العلبة أو هذا المنتوج، أين هو التاريخ؟ جيد، هو 10 مارس 2020. 10 مارس، مثلا 11 مارس، 12 مارس، أفريل، مايو، جوان، لا يمكنني أن أتناول هذه العلبة. النصائح، ما هي النصائح التي يجب أن أقوم بها؟ مثلا يحفظ في مكان بارد، مثلا أضعه في الثلاجة، إذا يحفظ في مكان بارد. إذا علبة الياغورت من مكوناتها ماء معالج، عطر، مسحوق الحليب. متى تنتهي هذه صلاحية هذه العلبة؟ هو في يوم 10 مارس 2020. النصائح، يحفظ في مكان بارد، مثلا أضعه في الثلاجة. وهكذا انتهينا من حل الاختبار. إلى اختبار قادم إن شاء الله، والسلام عليكم.